بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 5 دقائق أتكلم فيها عن قصة لطيفة وظريفة من صبر العلماء واحتسابهم الأجر عند الله عز وجل وفرحهم بمن يسألهم عن دينهم وعن شرعهم وعن إسلامهم. القصة: وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة، ومنذ حوالي 55 عام تقريبا، وكانت الساعة 2 بالليل تقريبا، والمطر ينزل بغزارة، إذا باب بيتي يقرع وصوت سيارة على الباب في الليل، نعم سيارة جيب، صوتها واضح يقرع، والميزاب يعني المطر نازل. فتحت الباب ويعني تخوفت في الليل انه ما فتحت الباب. المهم، اذا بي امام رجل طويل اشقر من آل الكيلاني في حماه، ملازم اول، نعم. فتحت الباب: السلام عليكم. وعليكم السلام. الا تاخذني، والله مشان الله لا تاخذني، انا جاي بهالليل كذا، مشان الله صار يعتذر. يا أخي قل لي شو بتريد كذا. قال لي أنا بريد الشيخ محمود جنيد، في إلي سؤال عنده. طيب باختصار، عاد عمي الشيخ محمود حس على الموضوع، شعر كذا، هو ورا الباب سمع، دقيت الباب دقة خفيفة، عرفت أنه موجود، فقلت له في واحد مهم. باختصار دخلت الأخ على عندي الدهليز، أنا ما عندي غرفة استقبلوا فيها بهالليل، وجبت كراسي، 3 كراسي، إيش من دول الكراسي، إيش الإقصار. جلس عمي على كرسي، والرجل ده على كرسي، وأنا على كرسي. خير يا ابني، خير يا ابني. يا هذا الرجل يعتذر، مشان الله لا تأخذني، أنا جاي بهالوقت يا سلام. قل لي يا ابني، قل له شو عندك شو كذا. قال له أنا حصل معي بيني وبين زوجتي خلاف، وحصل طلاق، وأنا الآن أنا ضابط، حولوني على الجبهة، بدي التحق بالجبهة، وعمي أبو زوجتي ما بيعطيني زوجتي حتى حل اليمين، وقال بده ما حدي بحل اليمين غير الشيخ محمود جنيد بحمص، شاد في علماء بحما، بده الشيخ محمود جنيد بحمص، بتروح على حمص بالليل وتسأل الشيخ محمود. قال له أنا هذا السبب جيت بهالوقت، لأنه مضطر كتير إني بدي سافر وآخذ زوجتي معي على الجبهة وبهالشكل هذا. الحاصل، عود ابني جلس كذا، حكى له كذا اليمين، الله عز وجل لطفه مش الحال، وإنه بينحل اليمين. قال له هذا يا ابني زوجتك بترجع لك وما في عندك إشكال كذا. قال له لا، بس بدي ورقة منك تكتب لي إياه متوقعة. قال له طيب أنا بكتب لك ورقة. كتبنا ورقة باختصار ووقع له إياها الشيخ. قال له بس الشيخ، قال له طيب شو بعرفه فيه هو وبيعرفه بتوقيعي؟ قال له ما بيعرف لا توقيعك ولا بيعرفك، بس بيعرفني إذا قلت له إنه هذا توقيع الشيخ محمود، بيعرفني إني أنا ما بكذب، بيعرفني إني أنا ما بكذب. فإذا قلت له هذا توقيع الشيخ محمود، معناته هذا توقيع الشيخ محمود. قال له خير، سلم لي على عمك والموضوع اعتبره انتهى وكذا. رد صار يعتذر مرة تانية، يا شيخي مشان الله والله لولا الضرورة ما بيجي بهالوقت. قال له يا ابني لا أقول لك، قال له إذا كان واحد صار معه نوبة قلبية، صار معه نوبة قلبية واضطروا ياخذوه على، كانوا ما كان في مستشفيات مستوصفات كذا، ياخذوه على الدكتور. قال له شو بيعملوا؟ قال له اذا قالوا له النايم شو بيقولوا له؟ اذا الدكتور نايم شو بيقولوا له اهل المريض؟ فيقوا نوبة قلبية، بفيقوه للطبيب وبيفحصوا بيعطيه الدواء. قال له يا ابني هذول اطباء الابدان، بفيقوهم بالليل وما بيزعلوا. نحن أطباء الأديان بدنا نزعل منكم إذا صحيتونا بالليل وفيقتونا بالليل وسألتونا عن ديننا. يا ابني أنا فرحان كتير بجيتك، لأنه أنا بفرح لما بشوف عالم حريصة على دينها، حريصة على إسلامها، وحريصة على فقهها، وحريصة على الحلال والحرام. يا ابني نحن بخير ما دام في أمثالكم بيسألوا عن دينهم. فلذلك يعني كانت ساعة سبحان الله قصة لطيفة إلى الآن متأثر فيها أنا سبحان الله، وما بنساها، إنه كيف الشيخ يعني استقبل بالاستقبال وهدأ من روعه وخفف من اعتذاراته
وقال له ومش الشيخ قال سبحان الله سبحان الله يا ابن أخي، كان يقول لي يا ابن أخي سبحان الله في عالم حريصة على دينه، ما انزعج ولا تأثر ولا تأفف إنه تنتين بالليل حدا بيجي. هذا كان شأن علمائنا واحتسابهم الأجر من الله وفرحهم بمن يسألهم عن دينهم إلى ما هنالك. انتهت الخمس دقائق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.